السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مالك نوالي، أدرس تحضيري ثلاث. سأروي لكم قصة السلحفاة والأرض. كان يا مكان في غابة بعيدة يعيش أرنب مغروب. كان دائما التباهي أمام الحيوانات الأخرى. سرعته الفائقة وقفزه العالي. كان أرنب تجول في الغابة، صادف في طريقه سلحفاة تمشي بالبطء. فخر منها فردت عليه السلحفاة بكل هدوء، فتأنى السلامة وفي العجل الندام. فاغتاظ الأرنب من جواب السلحفاة وتحداها قائلا: أتحداك في سباق حتى الشجرة كبيرة وسط الغابة. فقبلت سلحفاة التحدي بكل ثقة في النفس. انشارت الانطلاق. ركض الأرنب كسة حتى أصبح غير مرئي. بينما تقدمت سلحفاة بخطوات بطيئة في وسط الطريق، لاحظ أرنب أن السلحفاة بعيدة جدا، فقرر أن يرتاح في ظل الشجر. تلحق به فيعود للسباق من جديد، ولكنه غطى في نوم عميق. فسبقت السلحفاة في خط النهاية، وفازت السلحفاة بفضل مثابرتها وعدم استسلامها. فشل الأرنب بسبب غروره عليه على بقية الحيوانات. العبرة أصدقائي في القصة أن الغرور يؤدي الفشل، والعمل والمثابرة نصل بها للنجاح.